مصر مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. في معلومات لتلفزيون لبنان أن الرئيس نبيه بري سيرعى بعيدة ظهر غد في عينتين لقاء مصارحة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ووفد قيادة حزب الله. في شأن آخر، رئيس الحكومة سعد الحريري تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعرب عن ارتياحه للتقدم الجاري نحو إطلاق مشاريع صادر الاستثمارية خلال لقاء المبعوث الفرنسي بيير دوكان بالرئيس الحريري، كما أكد التزام فرنسا باستقرار لبنان وأمنه وبتعزيز دولته ومؤسساتها وعلى أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية. من جهة ثانية، شكر الرئيس الحريري الرئيس الفرنسي على الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت، وأعرب عن امتنان لبنان للدور الفرنسي القيادي في التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، وتوافق الرئيسان على متابعة البحث المعمق بتسريع تنفيذ الإصلاحات ومشاريع الاستثمار في لبنان وسبل تعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة خلال لقائهما المرتقب في 20 أيلول في باريس. في القصر الجمهوري، أكد الرئيس ميشيل عون أن كل اعتداء إسرائيلي سيواجه برد قوي. الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية من بيروت شكل خروجا عن قواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي التزم لبنان بكل مندرجاته منذ صدوره في العام 2006 وحتى اليوم. موقف أبلغه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتش، لافتا إلى أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج. وفيما أكد الرئيس عون تمسك لبنان بالقرار 1701، شكر كوبيتش على الجهود التي بذلها مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب من دون تعديل في مهامها، لافتا إلى أن الجيش اللبناني المنتشر إلى جانب القوات الدولية يقوم بواجبه كاملا تنفيذا لقرارات السلطة السياسية والمجلس الأعلى للدفاع. وكان كوبيتش أطلع رئيس الجمهورية على المداولات التي رافقت التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب ومواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى الدور الذي لعبته اليونيفيل في إعادة الاستقرار إلى الحدود الجنوبية بعد التطورات الأمنية التي حصلت مؤخرا. وأعرب كوبيتش عن اهتمام الأمم المتحدة بما يقوم به الرئيس عون لجهة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، لا سيما الاجتماع السياسي الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدة والمقترحات التي قدمت فيه. رئيس الجمهورية وفي خلال لقائه وزير السياحة أواديس كيدانياو يرافقه وفد من نقابة المؤسسات السياحية البحرية، دعا أصحاب المؤسسات السياحية إلى اعتماد مقاربة مختلفة للأسعار لتحقيق تنافسية أكبر وتسويق لبنان كبلد ممتاز لاجتذاب السياح. كيدانياو لفت إلى أنه وضع رئيس الجمهورية في أجواء موسم الصيف وما حققه لبنان على صعيد الحركة السياحية. بلغنا فخامته بأن الأرقام اللي تسجلت خلال أول 8 أشهر من السنة أرقام جدا مشجعة وقريبة كتير من أرقام سنة 2010، وقلنا أنه السائح الأوروبي هو أكثر عدد من السواح اللي عم بيدخلوا على البلد، وأكيد مع السائح العربي والخليجي يلي عاد إلى أرقام تعتبر مقبولة، لكن مش هيدي الأرقام اللي بنطمح لها لأنه أكيد كنا بنتوقع أكثر من هيك بكتير. وفي قصر بعبدة، مدير مدرسة سيدة الجمهور الأب شارب البتور مع وفد من الأباء اليسوعيين الذين عرضوا مع رئيس الجمهورية الواقع التربوي الراهن. رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يانكوبيتش وعرض معه الوضع في الجنوب على ضوء التطورات الميدانية الأخيرة. الرئيس بري أكد للموفد الأممي التزام لبنان بمندرجة القرار الأممي 1701 قائلا: الطرف الوحيد الذي يجب أن يسأل حول الخروقات اليومية للقرار 1701 هو إسرائيل. يانكوفيتش زار قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزي في حضور السفيرة الأمريكية، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الرئيس الحريري جال في مرفأ بيروت مؤكدا العمل ليلا نهارا للنهوض بالبلد، قائلا: إننا لسنا بألف خير ويجب تغيير طريقة عملنا. منذ بداية التسعينات، ولجنة مؤقتة شكلت لإدارة واستثمار مرفأ بيروت في أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري. الخلافات السياسية حالت دون تحول إدارة مرفأ بيروت من مؤقتة إلى دائمة،
لكن مسار الإصلاحات الذي بدأته الحكومة الحالية وصل إلى مرفأ بيروت. الرئيس سعد الحريري وبعد جولة له في مرفأ بيروت شملت المنطقة الحرة ومنطقة الحاويات تسلم الهيكلية القانونية الجديدة لإدارة المرفأ ودفتر الشروط الجديد لإجراء مناقصات لإدارة الحاويات التي ستحصل في شباط بدل شركة بي سي تي سي الموجودة منذ 20 عاما. وقد أعدت اللجنة المؤقتة برئاسة حسن قرايتم هذه الدراسة وبتوجيهات من وزير الأشغال يوسف فينيانوس. الرئيس الحريري رأى أن الحملات على مرفأ بيروت بعضها سياسي والآخر هدفه تصحيح الواقع، مشيرا إلى أن الخصخصة والشراكة بين القطاع العام والخاص يبقى الخيار الأفضل لتحسن واقع إداراتنا، مؤكدا تعيين لجنة دائمة لإدارة المرفأ قريبا. مرفأ بيروت بال2000 يمكن كان يستقبل من 50 ل 100 ألف مستوعب، اليوم صرنا على 1,300,000، هذا إنجاز. البعض بيتهم أو بيحكي بالتهريب، اللجنة المؤقتة مش هي شغلتها التهريب، اللي شغلته التهريب هي الأجهزة الأمنية. معقول إنه ما في مشكل؟ لا، في مشكل عندنا بالتهريب، وهذا موضوع لازم تعالجه القوى العسكرية. وعشان هيك الأسبوع الجاي نحن حيكون في عندنا لقاء مع القوى العسكرية عشان نعالج هذه الأمور كلها. والوزير المالية كمان أيضا عم يقدم يعني مشروع قانون عشان الجمرك وغيره لحتى نقدر نتحكم بالمداخل اللي عندنا والمرافق والمطار وغيره. وجزم الرئيس الحريري ضبط عمليات التهريب، أكد أيضا أن لا رجوع عن إجراء الإصلاحات. بعد اليوم عم بقرأ بالجرائد أنه والله أنه الفرنسي عم يحط علينا شروط. شو الشروط؟ هاي مصلحتنا، هاي إذا ما حدا أجا قالنا عنا نحن لازم نعملها. نحن قادرين نعملها، شو اللي مش قادرين؟ الصراع السياسي ينضب السياسيين. خلاص، في مصلحة مواطن، في مصلحة وطن، في مصلحة بلد، في مصلحة اقتصاد. صارنا 3 سنين عم نحكي انه بدنا نلغي مؤسسات موجودة ما إلى جدوى، وهلأ إن شاء الله بهالست أشهر اللي عندنا إياهم لازم نلغيهم. اللي عم بقوله إنه نحن علينا إنه الشيء اللي ناجح نطوره. قريت من جهته أشار إلى أن اللجنة التي يرأسها واكبت عملية إعادة إعمار لبنان ونمو الاقتصاد، موضحا أن مداخيل المرفأ وصلت إلى 146 مليون دولار عام 2018 مقارنة مع 4 ملايين دولار عام 2002. أهلا بكم من جديد. أقدم المواطن جورج خاء مواليد عام 1955 أرميل بيروت على سكب مادة البنزين على نفسه وأضرام النار أمام نقطة التفتيش التابعة لقوى الأمن الداخلي على مدخل بوابة قصر عدل بيروت الرئيسية، احتجاجا على عدم البت بدعوى عالقة لدى المحكمة. وسارع عناصر الدرك إلى إطفاء النار التي اندلعت بجسمه قبل أن يغيب عن الوعي ويقع أرضا. وقد طلب المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي راجا حموش من فصيلة والأمن الداخلي في طريق الشام المباشر بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، فيما نقل عناصر الصليب الأحمر المصاب إلى مستشفى جعيتاوي لتلقي العلاج. وأفاد شهود عيان كانوا في المحل أنه كان يردد كلاما غير مفهوم باستثناء جملة أعطوني الدواء. وفي البقاع عملت عناصر من الدفاع المدني عند 6 PM اليوم على إخماد حريق شب داخل نعبة سيكومبو للكرتون في أبلياس في البقاع الأوسط، حيث سمع دوي انفجار تبين أنه ناتج عن المرجل البخاري الذي انفجر وتسبب بانهيار حائط داخل المعمل واندلاع حريق وسقوط قتيل يدعى خالد بربر من بلدة سعد نيل بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وقد سرعت العناصر للعمل على إخماد النيران وقاموا بتبريد رقعة الحريق منعا
منعا من تجدده. وأفاد التقارير مهندسي وزارة الصناعة الذين كشفوا على موقع الحادث أن أحد المرجلين البخاريين انفجر عند الساعة 4:30 فجرا. هذا وتواصل الجهات الأمنية والقضائية المعنية تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادث، مع الإشارة إلى أن المصنع حائز على شهادة سلامة عامة للمراجل البخارية صادرة من معهد البحوث الصناعية وهي لا تزال صالحة. الرئيس عونتر رأس اجتماعين تحضيريين لنشاطات مئوية لبنان الكبير في قصر بعبدة، والوزير جويساتي يشير إلى أن المرحلة العملية للمئوية قد افتتحت. في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم احتفالات مئوية لبنان الكبير، رأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اجتماعا للهيئة الاستشارية للجنة العليا المكلفة تنظيم الاحتفالات بالمئوية، متمنيا على أعضاء الهيئة الإسراع في إنجاز المهام المطلوبة منهم، لا سيما وأن الاحتفالات ستبدأ في الأول من كانون الثاني 2020 وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة نفسها. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة العليا اجتماعا برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، أقرت خلاله برنامج العمل وأبرز النشاطات التي ستقوم بها الهيئة خلال سنة المئوية. الوزير جريصاتي لفت إلى أنه بعد خطاب الرئيس عون التأسيسي والافتتاحي للمئوية، والذي كان خطابا نوعيا بكل المعايير والمضامين، بات لزوما الذهاب إلى التنفيذ. أستطيع أن أقول اليوم أن مرحلة المئوية العملية قد تم افتتاحها، وأن الاستعدادات والقدرات والرغبات متساوية لإنجاح هذه المئوية وما ترمز إليه هذه المئوية، في ظرف نكون جميعا بحاجة إلى أن نستعيد معا هذا التاريخ المجيد، تاريخ لبنان الكبير وما يرمز إليه لبنان الكبير، الذي يجب علينا اليوم على بقال فخامة الرئيس أن نسعى جميعا بكل ما أوتينا من جهد وقدرة كي تنجح هذه التجربة الفريدة في العالم. جريصاتي لفت إلى اتخاذ القرارات التنفيذية الملائمة على صعيد النشاطات والتمويل وتوزيع المهام. أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر سادر. السفير بيير دوكان حمل تساؤلات عدة حول التأخير في المشاريع ولا سيما الكهرباء، والتي يبدو أن هناك اهتماما دوليا حيالها. ولفت في حديث صحفي إلى أن دوكان شدد على ضرورة تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتشكيل مجلس إدارة كفؤ ونزيه وتخفيض العجز من خلال رفع التعرفة. كما توقف دوكان عند مسألة الرقابة والشفافية وسبل ضماناتها من قبل الحكومة، ولعل الهاجس الأكبر يتمثل في غياب الشفافية والمساءلة، حيث صنف لبنان 176 لناحية تضخم نسب الفساد. ورأى أنه بالتزامن مع الإصلاحات لابد من تكليف لجنة مؤلفة من قضاة مشهود لهم بنزاهتهم، بالإضافة إلى القطاع الخاص وممثلين عن جمعيات الأهلية، من أجل وقف الهدر وتحقيق إصلاح جدي. النائب محمد رعد أكد أن المقاومة شكلت محورا ممتدا من غزة ولبنان فسوريا والعراق وإيران واليمن، معتبرا أن المقاومة انتصرت على عدو كان يهدد دولا عربية بأكملها، وهم اليوم يعملون على الوضع الداخلي في لبنان بأن هناك إفلاسا والوضع الاقتصادي ينهار، ويفرضون عقوبات هنا وهناك لضرب محور المقاومة، مشيرا إلى أن المطلوب منا هو الصبر لتخطي هذه المرحلة لكي نحبط المشروع الأمريكي الذي يراهن على مللنا. أين يقف لبنان في الصراع الأمريكي الإيراني الدائر في المنطقة، وهل من تغيير في قواعد الاشتباك؟ أين يتموضع لبنان في الصراع القائم إقليميا، لسيما بعد الأحداث الأخيرة في الجنوب، وإلى أين تتجه الأوضاع، وماذا بعد الانتخابات الإسرائيلية؟ أسئلة حملناها إلى الدكتور خالد خير الذي لفت إلى ملامح جديدة لقواعد الاشتباك. يعني اليوم بالنسجين الروسي الإيراني الصيني مع دول هذه المنطقة، بدءا من أفغانستان مرورا بإيران مرورا بالعراق بسوريا بلبنان بغزة، طبعا هذا يشكل محور من الصعب اليوم على أي قوة أخرى، إن كانت قوة المتحدة الأمريكية أو حتى الاتحاد الأوروبي، إذا أخلى بتعهداته باتفاق 5+1 لا أعتقد أنها تملك اليد الطولة بالتأثير أو بتغيير هذه القواعد أو المناخ السائل في هذه المنطقة. ويبدو الروس لقد مشوا خطوات متقدمة يعني في شمال لبنان اليوم، خاصة بالقرب من منشآت النفط في طرابلس في البديل والمنيه، بدأوا يستنبطون
مئات الهكرات. يبدو ان الروس دخلوا بس دخلوا بجهاز السوق يعني بموضوع البترول، وعندهم انفسهم ليكونوا هم المرجع بموضوع تصدير البترول الى لبنان او استيراد البترول مستقبلا اذا خرج البترول من لبنان الى دول المنطقه. خير، لفت الى ان حزب الله لم يعد اليوم معادله لبنانيه بل اصبح قوه فاعله على امتداد الاقليم. حزب الله لم يعد معادله لبنانيه. وبالتالي حزب الله بقى كثير هلا مهتم بانه يسيطر على القرار اللبناني او انه يدير الدوله اللبنانيه، اصبح اليوم على امتداد هذا الاقليم. يعني اليوم مثلا يقال بان الملف العراقي والملف السوري اليوم بأهل حزب الله على مستوى المنطقه يعني. فلم يعد حزب الله ضمن التركيبه اللبنانيه اللعبه اللبنانيه المتعارف عليها بين السياسيين بين المكونات اللبنانيه السياسيه اذا شئت. انا باعتقادي انها المره الاولى في تاريخ لبنان نرى هذا الانسجام بين السلطه السياسيه التي تمثل الدوله بكافه ابعادها و المؤسسه العسكريه والشعب اللبناني بالاضافه الى المقاومه. وزير الإعلام جمال الجراح في كلمة له خلال إطلاق معرضين في إطار مهرجان بيروت للصورة 2019 أننا غبنا عن المسرح الثقافي نظرا إلى الظروف السياسية والأمنية التي مر بها لبنان، لكننا اليوم نستعيد مكانتنا الثقافية وتستعيد بيروت مركزها ودورها الثقافيين في المنطقة. وحول موضوع اللجوء قال: نحن في العالم العربي تألمنا كثيرا من موجات اللجوء، أما في لبنان نحن نستضيف اللاجئين الفلسطينيين ويجب أن نتعامل مع هذا الموضوع بإنسانية. النائب فيصل كرام اعتبر أن القاسي والداني يعلم أن الدكتور طه ناجي يستحق بامتياز المقعد النيابي الذي سلب منه عبر مجلس دستوري، رهن قراره للسلطة السياسية التي عينت أعضائه ولفت إلى أن المجلس الجديد استثنى طرابلس كما تم استثناؤها من كل التعيينات. الوضع الحالي في لبنان هو النتيجة الطبيعية لسياسات اقتصادية ومالية عارضناها وحذرنا من أخطارها طوال السنوات الماضية، ولكنهم أمعنوا في سياساتهم التي فتحت لهم مزاليب الهدر والفساد والسيطرة والنهب المنظم تحت مظلة التحرص المذهبي الذي فتك لبنان. وليست مقاومتنا الاجتماعية والثقافية والأخلاقية لكي نستمر ولكي نصمد ولكي لا نخسر كرامتنا وعمل وآماننا، ليست إلا الصدى الطيب للمقاومة اللبنانية في وجه العدو الصهيوني. أهلا بكم من جديد. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رفضه لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران في الوقت الحالي. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك موبيو عن رفضه تقليص إيران لالتزاماتها النووية في وقت أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستوفد مديرها المؤقت السبت إلى طهران لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين الأحد. أفادت وكالة التسامين الإيرانية بأن النقل الإيرانية أندريا واحد أفرغت حمولتها في ميناء سوري. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عازمة على إعادة مليون لاجئ سوري مع بدء إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات، وحذر أردوغان من موجة هجرة جديدة باتجاه أوروبا ما لم تتلقى تركيا دعما دوليا. أما في الملف اليمني فوردت أنباء عن تعثر المفاوضات اليمنية في السعودية في ظل حجب الطرفين بقواتهما لاستئناف القتال في عدن، وشهدت مدن يمنية عديدة تظاهرات حاشدة تمديدا بالتطاول على دولة الإمارات العربية، وردد المتظاهرون شعارات شكر للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في دعمها الحرب. في السودان تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان الماضي. أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن تشكيله أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان، وتأتي الحكومة الجديدة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة، وتضم الحكومة 20 وزيرا أعلن رئيس الوزراء 18 منهم، ومن المقرر تسمية 2 آخرين في وقت لاحق. وقد حظيت المرأة في هذه الحكومة بـ4 وزارات وعينت أسماء عبد الله كأول وزيرة خارجية للسودان. وقال
قال رئيس الوزراء الذي شغل منصب خبير اقتصادي بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إن الحكومة تمثل مرحلة جديدة في تاريخ السودان، وأضاف إن أهم أولوياته إحلال السلام في بلد عانى سنوات من التمرد وشهور من الاضطرابات السياسية. أعصاب دريان يخلف عشرات القتلى ودمارا هائلا. أغرقت الأمطار الغزيرة المرافقة لإعصار دوريان الذي بات من الدرجة الثانية ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقوع فيضانات للمدن الساحلية وانقطاع تيار كهربائي عن مئات ألاف الأشخاص، ودعي أكثر من 900 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، وذلك بعد يومين من تحويل دوريان مناطق في بهاماس إلى خراب. وبلغت سرعة الإعصار في مدينة ويلمنغتون في كارولينا الشمالية 160 كيلومتر في الساعة، حيث قال مركز مراقبة الأعاصير إن رياحا خطيرة تهدد المنطقة وفيرجينيا، وإن مستوى تهديد الإعصار لحياة الناس يزداد شيئا فشيئا، وهو ما جعل حكام الولايات في المنطقة يعلنون حالة طوارئ ويغلقون أبواب المدارس ويفتحون الملاجئ. وقد ارتفع إلى 30 العدد المؤقت للقتلى الذين انقضوا في جزر بهاماس جراء مرور الإعصار المدمر، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الأرخبيل هوبير مينيس. الحرائق في إسبانيا منذ مطلع السنة قضت على أكثر من 70 ألف هكتار من الأراضي والغطاء النباتي. لليوم الثاني على التوالي لا تزال الحرائق في غاليسيا شمال إسبانيا، وقد أعلنت السلطات أن أكثر من 450 هكتار من الأراضي قد قضوا في الحريق، فيما الحريق الأول قد قضى على 350 هكتار في الأراضي في مونتفارتي ديلينو. وتعمل أكثر من 13 هليكوبتر تابعة لفرق الإطفاء على مكافحة الحريق، فيما الرياح والحرارة المرتفعة عامل سيء للقضاء عليه، في الوقت الذي أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية أن عدد حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق مختلفة في البلاد وصلت إلى 8830 حريق تسبب في إتلاف 71486 هكتار من الأراضي والغطاء النباتي. أخبار من العالم في التقرير الآتي. كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Particle and Fiber Toxicology أن إبر الوشم تودع جزيئات معدنية مثل النيكل والكروم في الجلد أثناء عملية الوشم، ثم يتم نقل هذه الجسيمات من موقع الوشم إلى العقد اللمفاوية في الجسم، حيث تتراوح أحجامها من 50 نانومتر إلى 2 ميكرومتر. وفقا لبيان صحفي صادر عن مرفق الإشعاع السينكوتروني الأوروبي، وقام الباحثون بتحليل إبرة الوشم باستخدام المجهر الإلكتروني للمسح الضوئي لإلقاء نظرة فاحصة على الإبر قبل وبعد عملية الوشم، ووجدوا أن الإبرة أظهرت السحجات من بعض أحبار الوشم التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم، وهي صبغة بيضاء يتم خلطها عادة بألوان زاهية مثل الأخضر أو الأزرق، ولم يجد الباحثون نفس النتيجة بالحبر الأسود الكربوني. وأشار البيان الصحفي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم تأثير جزيئات المعادن على تشكيل حساسية الوشم وتأثير طويل الأجل على صحة الإنسان. الرياضة مع داني حرب. أعلن نادي خيمناسيا لا بلاتا الذي يعاني في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم أن أسطورة كرة القدم الأرجنتين دييغو مارادونا سيشرف على تدريب فريقه، وكتب النادي في حسابه على تويتر باللغات الإسبانية والبرتغالية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والروسية: أهلا بك دييغو. جدد لويس هاملتون الولاء لفريقه مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال الانتقال لفيراري مستقبلا إذا تغيرت الظروف. ويرتبط السائق البريطاني بطل العالم 5 مرات بعقد مع فريقه الألماني حتى نهاية الموسم المقبل، حيث يفترض أن تشهد هذه الرياضة تغييرات جذرية في قواعدها. كان بطل العالم لعام 2016 في التسلق السريع مارسن زينسكي بحاجة إلى 12 ثانية فاصل 12 جزءا بالمئة من الثانية ليفوز بجولة ريد بول للتسلق السريع التي أقيمت في وارسو، وقد أمتع زينسكي كل من حضر بفنياته العالية بفهم المسار والفوز بالجولة في النهاية. إلى أن وصلنا إلى الختام، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء. وملتقانا يتجدد عند 11:30، إلى اللقاء.